دعونا في هذه الحلقة بعدا نبدأ بهذا الشيء ديال الاعتقالات. احنا كعجبنا محاربة الفساد. قبل ما نمشي بزاف النقاش تازة قبل غزة، عندي واحد السؤال بعدا، لماذا اعتقل او لماذا يحاكم هؤلاء الناس في فاس؟ انا ده سؤال كان طرحه. انا كان عرف في قانون المسطرة الجنائية اللي كان عرف حسب معلومتي انا زعما قانونية، على ان المحكمة كتحاكم واحد الشخص كينعقد له الاختصاص بثلاثة الحالات، اما العنوان اللي فيه الفاعل، مثلا يقدر يكون واحد السيد ودخل يبقى وتشد مثلا في شي مدينة، وخا دار الفعل في شي مدينة كنمشي نحاكمو في مدينته عند تحت عنده العنوان، بغينا نحاكمو في عنوانه، كيكون العنوان اما كيتحاكم الانسان بناء على العنوان اللي عنده. كاين الحالة الثانية وهو مكان ارتكاب الفعل الجرمي، مثلا هو ود فاس ولكن الجريمة ديالها في السعيدية، اذا البلاصة اللي ارتكب فيها مثلا الفعل الجرمي، البلاصة اللي ارتكب فيها مثلا الفعل الجرمي كيتحاكم تما. كاين الحالة الثالثة هو البلاصة اللي تشد، هو داير الفعل في العيون، تقدر تحاكمه في كل ميم، علاش حيت تشد في كل ميم؟ اذا اما كنحاكموا الانسان في المحكمة البلاصة اللي اما البلاصة اللي تشد فيها او البلاصة اللي دار فيها الفعل الجرمي او العنوان ديالو. هاد الناس اللي تشدوا انا حسب معلومات اللي عندي على انهم عناوينهم، انا كنشوف غير كارت ناسيونال لقيت كلشي تازة، غالبيتهم تازة، كلهم ولاد تازة في الغالب ماشي كاملين، ولكن ملي كندير واحد الاطلالة سريعة على لي كارت ناسيونال كيبان ليا زاد 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 تازة. كاين قرصيف مباش ليا فاس، اذا هادو ماشي ولاد فاس، اذا لماذا يحاكمون في محكمة فاس؟ ثانيا واش الامر كيتعلق بجناية؟ غرفة الجنايات كاينة تفتازة. واش الامر كيتعلق مثلا بمكان ارتكاب الفعل؟ الافعال ديالهم الجرميه المفترضه، انا ما ضروري نحترم قناه البراءه وباقا دابا في دائره الشبهه، اولا متابعين وجدت لهم كنظن التهمه الان، قولوا متهمين وجدت لهم النيابه العامه التهمه، اذا المتهمين فين هما العناوين ديالهم؟ كاينه فتازه، الافعال المفترضه ارتكابهم داروها فتازه. كيبقى الثالثه مكان اعتقال، واش تشدوا كلهم فاس؟ لا دو تعتقلوا فتازه، إذا لماذا؟ واش لدواعي الأمن العمومي؟ زعما هادو شي ناس شي معتقلين سياسيين مثلا وغطنا عليهم القيامة وتازة، الأمن العمومي كنقلهم؟ هذا كاين واحد المسطرة كنمشيو فيها عن طريق محكمة النقد كديروها. إذا علاش؟ واش ما كاينش حبس في تازة؟ كاين، واش ما كاينش محكمة؟ إذا حبس كبير كاين في تازة. واش ما كاينش ربما واش ما كاينش ثقه يتحاكموا تما في تازه؟ واش ربما كاين شي علاقات تما هاد الناس ولا تازه عندها شي وضع خاص؟ المهم انا فقط اردت ان اشير لهذه النقطه، وانا اتساءل بحسن النيه طبعا لماذا ليست تازه؟ لان تازه دائما يقال عليها عندها وضع خاص، وضع خاص هذيك المدينه، اكبر مليارديرات في 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 المغرب يقال انهم من تازه على ما سمعت، واكبر الناس اللي نافذين مسؤولين في البلاد من تازة، والغريب أنها تعيش أسوأ الأوضاع هي تازة، على ما كاع الناس كيعيطوا ليا تيقول يا حميد تازة لا يوجد نظير لها، لا يوجد، واش كاين شي غضبة عليها تاريخية بحال ديك سيدي قاسم؟ الله أعلم. مدينة يعني تتحرك في جميع الاتجاهات إلا اتجاه التنمية، ما ممنوع تدخل تما دير شي تلقى السكن ديال 25 مليون سكن اقتصادي، قال لك ممنوع المقاول يدخل ياخذ رخصه، علاش؟ لان المسؤول تما النافذ في الجماعه قال لك هو براسه هو مول المقاولات، هو اللي كيبيع هو اللي كيعطي الرخص. الطوبيس قال لك يقدر يديه حتى المشروع ديالو، الا كان داير شي ورش تما العقار عنده قدره الطوبيس، ولكن يقدر بلاصه اخرى محتاج الطوبيس لا يدي الطوبيس بلاصه اللي كاين هو. يعني معطيات على ديك ما كاينش معامل، يعني الشغل غالبيه الناس قال لك اما تلقاهم في طنجه تازه، اما تلقاهم في الخارج، اما تلقاهم في الحبس، اما مساكن في راس الدرب. هذا هو المعطيات، وحنا كنقولوا تازه قبل غزه فيها مستشفى واحد بالمباشره، مستشفى واحد تازه قبل غزه، غزه شحال فيها 30 مستشفى. تازه قبل غزه ولكن تازه فيها مستشفى، وغزه فيها 30، فيها شي ثلاثه العيادات تازه ديال الخواص على ما سمعت عيادات في غزه، وقال كاين شي ما نعرف شي 40 عياده ولا 30 عياده، مستشفيات عموميه كاينه 30 في غزه، غزه ولنا واحد 30، والشعار عندنا في المغرب تازه قبل غزه.
ولا هضرتي معاهم حتى اي عطيونا هاد يا ودي راه غزه راه فيها 30 مستشفى راه غزه فيها 30 مستشفى هاد التزرم فيها لا حروب لا حتى شي حاجه مالها علاش علاش عندها وهذاك المستشفى الواحد كيما يخلو منه كيسرقوا منه المعدات والتجهيزات يا الله وفي غزه ما كيسرقوش المعدات شوفوا على مستشفى شوفوا على حاله شوفوا شوف. هذه غير تصاور اللي جيت نعطيكم غير تصويره واحده شوف كيسرقوا شوش كيخليو شوف اش كيخليو شوف اش كيسرقوا وسجل مصدر ذاته ان اجراءات التفتيش المنجزه في اصدار هذه القضيه بداخل المنازل المشتبه فيهم ومصحتها الاداره العامه المواطنيه كتقول اسفرت عن حجز العشرات من الاجهزه والادوات والمعدات الطبيه المتحصله من هذه الانشطه الاجراميه وشوف كيسرقوا الديور ديورهم فضل مجموعه من الاواني والاسره والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها ويدي بيدي بيدي. تصور تصور وزاره الصحه علاش كنقول لك الفساد في المغرب بنيوي كدير جيب تسلف من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهبل هبل انت جيب فلوس باش دير التنميه واعطي للناس تداويهم وهذاك الطبيب ولا الممرض كيسرقك تصور تصور سرقك الوكيل الملك وسرقك الوكيل العام وسرقك البرلماني وسرقك الطبيب وسرقك الاستاذ ما كنقولش كلش اختار ما كتلقى بحالك وسرقك المعلم وسرقك كلشي يسرقك كدير تتواجه ماشي عندك الفساد راه ولا والطبيب كيسرق الممرض كيسرق الحارس اللي في الامن كيسرق كلشي شفار ماشي كنقول كلشي دابا ما كنشوف هذه اللائحه بقيت كنتامل فيها يلا مدير المستشفى كي غدير معاه موظف ها هو الموظف ممرض ها الممرض الموظف ها الموظف الطبيب ها الطبيب وهذا هو المجتمع الطبيب والممرض وحارس الامن تفاهموا عليك كاملين هي دير تحارب هذا الفساد علاش لان داك الشيء ثقافي وهذاك الشيء اقتصادي وداك الشيء تاريخي وداك الشيء روحي وداك الشيء في واحد العوامل حنا كنعالجوا كنمشيو على المقاربه الزجريه ها هو دابا شوف الطبيب سارق في حدود سارق مؤقتا بمنطق النيابه العامه ولا ها هو سارق الطبيب شفار المدير المستشفى شفار انا ما كنقولش شفار بشكل نهائي قارن تنقول غير مؤقت بحوض بدا واخا ما نقولوش مشتبه به في هذا ولا متهم بهذه المصيبه هذه يلا ونتمنى يتمتعوا بمحاكمه عادله ونتمنى وسيدي ما حنا موقعنا والله ما نكره يخرجوا براء يكونوا مظلومين اش عندنا من ربح حنا كرهنا يكونوا في الاخر مظلومين ما عندناش زعما الرغبه في انهم يتعتقلوا يا ريت يكونوا مظلومين وتبان الحقيقه النيابه دارت شغلها الشرطه دارت شغلهم اتهمت وشكت لفائده المصلحه والفائده عادي كتوقع هذا الشيء ولكن يتمتعوا بمحاكمه عادله ما يتظلموش احنا ما كرهناش ما كرهناش والله ما نكره يخرجوا بحال هكا دابا انا عهد تازا قبل غزه كنبقاو نسمع علاش علاش كيبقاو بلا ما يتجدروا علينا علاش تازا قبل غزه يا تازا يلاه بنادم على حساب التهمه دابا يلاه كيسرق المعدات وكيدير لدارو وكيبيع لك الخواص وماشي المشكل في العمومي وتم الخواص كيشري شحال واحد دابا مات في تازا بالاهمال الطبي مثلا ولا فتحنا هاد واش ما كاين شحال واحد دابا حاقد على المستشفيات كيمشي ما كيلقاش هبط الفاس هبط البركان هبط كذا وفي الاخر ملي كيكتب لهم شي تدوينه كيصعر على كيقولوا اهانه موظف عون وراه ماشي الخاطر كتب ديك التدوينه راه بمو مات قدامه خو مات قدامه خالو خالته عمو هذو هما اللي كيخلقوا المشاكل المجانيه للدوله كاين واحد المنطق في المغرب وعنقول لكم المغرب عقلوا عليها هذه بحكم تجربتي المتواضعه في هذه البلاد السعيده كيكون عندك مشكله مع فرملي اولا موظف ولا قول شي بوليسي ولا جدارمي ولا قاضي كيكون عندك مشكل مع موظف واحد اللحظه كتلقى راسك انت ماشي في مواجهه الموظف في مواجهه المؤسسه هذاك الموظف العفريت كيتخزن لك ورا المؤسسه واحد اللحظه ما كتبقاش في مواجهه المؤسسه كتلقى راسك مواجهه الدوله هو انت ما عندكش حتى مشكل مع الدوله انت كتولي معارض للدوله هو راه واحد الفعايلي مشكل معاه هضرتي عليه جا تخزن لك ورا المؤسسه باسم القانون وتخزن لك هذيك المؤسسه عاوتاني تخزنات لك ورا الدوله كتولي انت ضد الدوله ودي راه عندنا تبعات بحال الموظفين مسكن شحال واحد ما عمرو حلم يكون معارض حتى ولا معارض في هذه البلاد خلقوا منه ظروف عرفت شي واحد الالاعيب دابا واش هذا واش معقوله تازا تكون فيها 30 مستشفى غزه وهنا كاين مستشفى واحد وهذاك الواحد فيه السرير بحال هكا وهذاك الواحد سرقوا منه المعدات واحد القضيه بعدا سمعتها يقال شي مسؤول كبير في البلاد مشى لتما وسم شم شي حاجه ولا سمع شي حاجه عاد دابا ما مشوش المسؤولين الكبار بحال بعض المرات كنسمع شي واحد تلاقى الملك عدت حمله اعتقال واش المغاربه كلهم غيتلاقاو الملك باش تحل مشاكلهم واش داك المسؤول الامني الا كان مشى لتما ومشاش بلاصه اخرى وكما مشاش داك المسؤول الامني الكبير على ما سمعنا
واخا هاد المعدات وهاد الشيء علاش حتى دابا عاد تاخذوا شحال هذه فيه كانت راه خصو يتسائل تما الاجهزه والعامل وكاع المؤسسات السلطات كاع فيك تو زعما هاد الشيء هادي راه الى تثبت هاد الشيء في الاخر عصابه هذا ماشي فعل عرضي هذا القطاع الخاص مع القطاع العام ويلي بيلي 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 وعد ذلك اخوتي المغاربه نتمنى لهم محاكمه عادله.